شفتوا الماتش كيف ما شفتوا كان تقريبا جهه واحده يعني الجهه ديال اسفي واخا كانت ديك لا دوميناسيون ديال لو جو ما كانش ليفيكاسيتي كانوا واقفين مزيان صراحه واقفين اون بلوك ما جاوهمش بزاف ديال لي زوكازيون جات وحده ولا جوج قدروا يماركيو مالوغوزمون حنا بزاف جاونا دي زوكازيون ما قدرناش نسجلو ف شفتو في لي 30 ديرني مينوت كان شويه ديال لا فاتيك على لي جوور باسكو مالوغوزمون ما دربناش 9 ايام ما دربش 9 ايام في رمضان و يلا درب دو جوغ افون لو ماتش ما تقدر دير حتى شي حاجه جو بونس باش تلعب ماتش ديال الكره خصك لي زانغريديون ديالو تكون او موا لو مينيموم انا ما دربناش 9 ايام وفي رمضان سي ان بو ديفيسيل ما تلقاوش لي زيكسكوز بالعكس كنا كنا مزيانين حتى لي 30 ديرني مينوت عاد بانت شويه ديال العيا جاونا دي زوكازيون ما ماركيناش مبروك اسفي يعني هادشي اللي نقدر نقول وشوف بصح 9 ايام ما تريناش من ملي لعبنا ماتش اميكال في الرباط لو لوندوما كان رمضان الاول ديال رمضان ما تريناش حتى السبت يعني 48 ساعه افون لو ماتش مالوغوزمون حنا كنا تنلعبوا مزيان مثلا ما تربحوش كنا تنتسناو غير داك الديكليك بوزيتيف اللي جا ربحنا لو بروميير ماتش مع اكادير ربحنا الدوزيام ماتش بقات الامور غاديه مزيانه غاديه تري تري بوزيتيف قلنا راه يعني الناس اللي تتغير على المولوديه غادي تعاون الفرقه غادي توقف معنا غادي هذا بقات لا موتيفاسيون لنا ماتش اميكال في الرباط حتى هو كان مزيان ربحنا مبروك الله يبارك رمضان الله يحفظك انا عندي واحد جوج تاع الاسئله ولكن عندي واحد المقدمه تاع ما نشدوش باللعابه ما لعبوش ولا ما لعبوش ما يجيبش ما تلعبوش الماتش ملي لعبتوا الماتش تحملوا جميع المسؤوليه لا اللعابه لا المدرب انا السؤال ديالي واش استغربنا من رؤيه مدرب اسفي وهو المنتصر ومع ذلك ادخل في الشوط الثاني ثلاث لاعبين هجوم وانتم منهزمين ولم تقوموا بما قام به مدرب اسفي خاصه وان اسفي كانت تضغط وسط الميدان من بدايه المقابله الى اخرها هذا السؤال الاول جاوبني وقول لك جايب طيب اسفي يلا لعبت نهار الجمعه داكور سكي في هو لونترينور ديالهم بدل لا لين داتاك كامله وعنده الحق ان كاين لا فاتيك كاين هذا ديك لا لين داتاك ملي عطات اللي قدرت عليه سي نورمال غيدير شونجمون حتى حنا درنا دي شونجمون هو بان له المشكل في في في, في لاتاك بدل لاتاك انا بان لي المشكل في الميليو درت لي شونجمون في الميليو وزدتها بان شونجمون في, في في لاتاك كيف سي كل مدرب عنده الشوفه ديالو ماشي قادي تكون هزيم ولا رابح فين عندك الخلل هو فين غدير شونجمون اوكي الحاجه الاولى اللي قلتي شنو قلتي الدراري ما يلعبوش تحملوا راني قلت لك ما تنقلبوش على لي زيكسكوز انا غير عطيتك شي حاجه لان باش تلعب ماتش ديال الكره ما تقولش هي ما تدربش 9 ايام وتلعب ماتش حتى شي واحد ما غيقنعني بلا غتاثر غتاثر واخا موتيفينا الدراري لا موتيفاسيون وهضرنا معاهم وتا هما تقاتلوا فهمتي ولكن داروا اللي عليهم تنقول عاونوا الفرقه بحال اليوم داخلين واحد الجهه ديال الجمهور حشومه في لي شوفمون تيسبوا اللعاب في لي شوفمون مازال ما دخلوش مي بار كونتر الجهه الاخرى ديال الالترا وديال هذا برافو ليهم كانوا اليوم اكسبسيونيل زعما تبارك الله واحد الجهه ومن لي شوفمون تات فهمتي يعني هي عطيتك غير ليكزومبل تنقول عاونوا الفرقه خصنا ما تنلقاوش ما تنقلبوش على لي زيكسكيز ولا الاعذار دخلتي تلعب خاصك تلعب ولكن ما تدربش 9 ايام راه غتاثر عليك كما بغات تكون الثاني من عديم الدوزيام بالون الذي يؤدي الذي ادى الى هجمات مرتده عديده انا غير نسولك زعما لانه الهضره اللي كدور بين الشاي الوجدي لان اللاعبين بالنسبه للماده ولا كانت غير حجه داير النقابه عليك شي اللي سمعت هذه هضره كبيره واحد انجازكم الوحيد مع المولوديه هو بقاؤها في القسم الاول كنا شويه ناقصين في الدوزيام بالون وكوريجيناها في لا دوزيام ميتو و هذه كوتي فوتبول
النقابة عليا علاش؟ علاش باش نمشي فحالي؟ انت تقول لا انت اللي تقول لي وانت اللي تتعرف شي دور في الشارع الوجدي اللي تتقول الهضره. انا اول بلاتي بلاتي غير صحيح لا ودابا انا بغيت نقول لك صحيح دايرين عليا النقابه هذه راه ما كايناش. انا اول مره تنسمعها من عندك. انا خدام بنيتي وتنتقاتل مع الفرقه وتنصبر وما تنهضرش على حقي ولا لا تصطاف حتى هما صابرين واللعابه حنا مقاتلين معاهم بحال ولادنا. الا كنت لا ما نوصلوا النقابه ولا الا ما غنقدر نعطي والو للفرقه راه عادي هذه هي سنه الحياه. المدرب ما غيبقاش في شي بلاصه حياته كامله مي بالعكس ولات عندنا علاقه مع هذه الفرقه ولينا تنبغيوها وبغينا نصوفيو الفرقه وهذا. ولا انت الا كنتي سامع شي حاجه راه تتقولها ليا انا ما فراسي والو مي جو بونس با. شوف غير باش نقول لك اللعابه ديما تنقولها عندنا جروب ديال ولاد الناس. انا تنعاود تنقولها الدراري ولاد الناس والدراري باغيين يتقاتلوا الدراري مربين فهمتي هادشي اللي تنشوف فيهم انا وهادشي اللي تنحس في العلاقه ديالي معاهم. شي حاجه اخرى الشارع الوجدي انت اللي كتعرف ما كيدوبوش كنلقاهم بقاو الشيش. اسمح لي لا بلاتي بلاتي غنتفاهم. لا وتهمه خطيره هاي. عندك شي تصور عندك دليل ايه عندك شي حاجه جيبها لي انا الاول غنعاقب اللاعب. لا ماشي تقول لي نجيب لك جيب لي نجيب لك ايوا انت غنتبعك تجيب لي صافي ايوا عندك